يعني انت ما مش مع المدرسة اللي تجيبك 6 الصبح تجريك 2:30 لا على لا 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 الريق خالص، دي اصلا مش مدرسه. ما انا هقول لك حاجه يعني دي مقبره. فخلينا نتكلم في ان يعني انت، يعني 2:30 لا بتوع انا 6 هصدمك 8 ونص دلوقتي، انا دول. هصدمك. احنا جينا اول موسمين في المقاولين، في موسم خدنا فيه 5 الدوري، فرق صغير جدا على المركز الرابع، والموسم الثاني ما خرجناش بره المربع لغايه ما فنشنا رابع. لو اقدر احلف لك ان احنا اجمالي الجري اللي حوالين الملعب اللي في السنتين لا يتعدى 3 ساعات، يعني لا يتعدى 3 ساعات. ده انا بحط رقم كبير عشان لما احلف يعني، انما يعني انا ما في افتكرش السنتين في السنتين على بعض، مش في اليوم. لا، في السنتين او في الموسمين على بعض الجري السك ده اللي حوالين الملعب ما يعداش الساعتين ونص 3. مش الجري ده بيعلم اللياقه، بيكبر العضل وبيخلي نفسك طويل، واقرص اخر 5 دقايق دول بتوع الماتش عشان تكمل اخر 5. يعني مش عايز اقول ما كانش حد غلب يعني خلي بالك انا برضو مش بكلمك عن رايي الشخصي، انا بكلمك عن، انا بتكلم بشكل علمي، بكلمك بشكل عن حديث، دراسه، تطور بكلمك حديث. عن دراسه، بكلمك عن اي حد سافر بره سواء مدرب او لاعب هيبقى شايف الكلام اللي انا بقوله لك ده. فانت دورك ايه كراجل بتاع سترينث اند كونديشننج، او ان اللعيب لازم يشتغل الحاجات اللي الكوره مش بتعملها، يعني لازم يشتغل قوه عشان ما يبقاش معرض للاصابه، عشان قادر يبقى يزق الارض ويفرمل ويلتحم. فلازم القوه ده اساسي. في ناس تقول لك يا عم ده بيشتغل جيم كتير لعيبه هتتقل. لا، هو اللعيب اصلا مش هيزق الارض ويطلع لقدام، او مش هيبذل قوه يفرمل بيها ويغير اتجاهه الا لما بيكون قوي. فلما بيكون ما بيشتغلش شغل القوه المناسب بيكون معدل الاصابه اعلى، بيكون غصب عنه ما بيقدرش. المشوار بتاع 18 ده بالنسبه له عالي لان عضلاته مش بتسبرنت بسهوله يعني. فانت دورك كراجل بره الملعب بتعمل الحاجات اللي هي الكره مش بتعملها بس الكره محتاجاها، شغل القوه وشغل انك تطور الرشاقه اللي هي قدره على تغيير الاتجاه ويزق الارض ويغير اتجاهه ويلتحم ويستقبل التحامات. خلي بالك لان انت لو جيت تخش في تفاصيل، في ادق التفاصيل، لما تيجي تمرن واحد طرف مثلا او فيرود بتمرنه ولازم تبقى واخد بالك ان الراجل ده بيستقبل التحامات وهو بيجري، غير المدافع اللي بينتج الالتحام. فده نمط شغل. بس لما تيجي تتكلم عن انك بتطور قوه في الاتجاه بتاع الالتحامات، مين بيكريت الكونتاكت ومين بيستقبله؟ كذلك لما تيجي رد الفعل مثلا وتغيير الاتجاه، او اسف تغيير الاتجاه والرشاقه، المهاجم اسهل بكتير لان هو اللي بياخد القرار مهما كان سرعته عاليه، هو صاحب القرار وبيقطن بالكره والموضوع انتهى. المدافع الريسك عنده اعلى بكتير لان هو بيشتغل برد الفعل، السرعه اللي المهاجم جاي عليها دي، جاي رد الفعل والتوقع، رد الفعل والتوقع اللي ممكن يسهل، يعني التوقع ممكن يسهل رد الفعل، بس في الاخر هو رد فعل هو استجابه. بالظبط، الموضوع اخطر بكتير، وعشان كده بيبقى دايما اسهل على المهاجم ان هو يعدي يعني. ففي حاجات كتير لازم تاخدها في الاعتبار. انما ان انا هنا اقول اصل المدرسه الاعداد البدني، خلينا نقول جمله مهمه يعني، الجسم البشري والتعامل معاه ما فيهوش مدارس. الجسم البشري بيستكشف، احنا ربنا خلقنا من الاول لغايه دلوقتي بنفس الخصائص. الابحاث العلميه والناس اللي بتحط فروض وبتبدا تحط برنامج تجريبي بتجرب حاجه لانها بتتوقع او بتفرض ان ليها استجابه معينه، بتطلع بملخص لازم نستخدمه. انما انا كراجل معد بدني، مدرسه الجري وده مدرسته الرمله وده مدرسته الاساتيك وده مدرسته الجيم وده مدرسته الفانكشنال تريننج اللي هو بالدنابل والفري ويتس والكلام ده، هي الموضوع ما فيهوش مدارس، دي كلها اسمها ادوات تولز، انت بتستخدم منها اللي مناسب للتوقيت وللحاله اللي تحت ايدك. يعني انا ممكن النهارده يكون انسب حاجه وامن حاجه اعملها ان الراجل ده يخش يشتغل اكتيفيشن على الاجهزه،